على طول حاسة ان انا متضايقة ومخنوقة كده وحتى لما بحاول ان انا افك او اغير شوية بحس ان انا في سواد حواليا من كل حتة. تعرف ان السواد ده هيزيد؟ هيفضل السواد يزيد يزيد لدرجة انك مش هتبقي شايفة اي حاجة منه. ما هو ده اللي انا خايفة منه، خايفة ان انا الاقي نفسي لوحدي مش عارفة اعمل ايه. ولا حاجة، هتمسكي نفسك شوية وبعدين هتتعاطي لمدة سنتين كده ولا حاجة، وفي الآخر هيلاقوكي مقفورة في بانيو مثلا وفي سرنجة في دراعك. على فكرة أنا فعلا فكرت إن أنا أخد مخدرات وبرضو فكرت يعني في إني لا 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 استغفر الله، فكرت إني أنتحر. أيوة بقى أيوة بقى أهو كده نتكلم. هو ينفع؟ ينفع؟ المفكر اليوناني سفوخسيوس قال ايه؟ قال من كان قادرا على الانتحار فليفعل ذلك في التو. بس انا كنت فاكره ان انت هتكتب لي على ادويه ومهدئات والحاجات دي كلها. سهل، ده سهل، يعني كل الدكاتره الصغيرين بيعملوا كده. وانا ما اقدرش اكتب على ادويه؟ اقدر، بس ده تضييع وقت. ليه؟ هديك الادويه هتمشي عليها شويه هترتاحي جدا هتخسي جدا، بعد شوية هتبطليها ترجعي تاكلي، فهتبقي بقى كئيبة وتخينة ووحشة. هو أنا وحشة؟ أهو كئيبة وتخين، أمال أنت ما اتجوزتيش ليه لحد دلوقتي؟ طب أقول لك على حاجة، أنت عندك كام سنة؟ 43 مثلا؟ أنا عندي 28. بتهزري 28؟ أيوه. لا يا شيخة ولا يبان عليك والله، والله أقلها متجوزة مرتين ومطلقة. طب هقول لك على حاجة، انتي ما ارتبطتيش او حد زنقك في بير السلم؟ ما حصلش ولا هيحصل، يعني انتي سنتين بالكتير وهتبقي عانس، يعني مطلقه وعانس. مش فاهم مستنيه ايه. بس انا طب قولي لي، هو انت اسمك ايه؟ جميل. لا بجد والله اسمك ايه؟ اسمي جميله. تحكي على نفسك ولا على مين؟ يعني مش فاهم، يعني تحكي عليا جميله؟ ايوه. بتحكي على نفسك وانت عارفه حبيبتي ايه الانتحار؟ الانتحار ده عامل زي قفزه الثقه، كلنا لازم نمر بيه. كلنا؟ كلنا. يعني موت نفسي؟ والله انا لو عليا كنت انا عملتها لك بايدي، موتك بايدي، بس انا عايزك انت اللي تعتمدي على نفسك، انت اللي تاخدي الخطوه دي. انا عايزك انت اللي تقولي انا هموت نفسي. ابداي. طب وماما؟ هسيب ماما لمين؟ يا ستي ما تشغليش نفسك بماما، ماما بعد ما انت ان شاء الله تموتي هتخش المستشفى جلطه، وتخش المستشفى تقعد لها اسبوعين ثلاثه وبعدين تحصلك. ما تشغليش نفسك بحد، فكري في نفسك. اتفقنا؟ مين الشطورة؟ يلا مين الشطورة اللي هتنتحر؟ ها؟ مين الشطورة اللي هتنتحر؟ يلا شاطر. هايل هايل. يلا هوبا.